الرشاده الوزيره انها تتكلم على اهم نقطه عندنا في الملف المطلبي اللي هي معادله الدكتوراه في الطب والدكتوراه الوطنيه، الدكتوراه في الطب والدكتوراه في الصيدله والدكتوراه في طب الاسنان والدكتوراه الوطنيه. فالاطباء في المغرب ما بقاوش يرضاو انه بعد 13 سنه من العمل ومن الدراسه يبقاو يعتبروا بحال ان ماستر بحال ان باك بلس 5. هذه مساله مرفوضه تماما. باش نوضح لكم الازدواجيه اللي كاينه في الخطاب ديال السيده الوزيره، تتقول لنا السيده الوزيره وقالتها كم من مره في البرلمان ان هناك حوار. انا اللي بغيت نوضح لكم وان هذا الحوار الى لاحظتيو في التقديم اللي كان، فهاد لو موفمون وهاد الحركه النضاليه هي منذ سنوات وهي مستمره. الحركه النضاليه اللي تنعيشوها في الوقت الحالي هي واحد الحركه اللي سبع اشهر في العمر ديالها، سبع شهور. في هاد السبع شهور التقت بنا السيده الوزيره مرتين فقط كلجنه وطنيه الاطباء الداخل والمقيمين، وفي المره الاولى كانت بعد وقفه امام وزاره الصحه، وكان اللقاء في نفس اليوم. كان بالامكان ديالنا اننا نرفضوا هذا اللقاء لانه عدد كبير من الطلبات توضعوا للسيده الوزيره، والاجابه تتم لنا في نفس اليوم باش نتلاقاو بها في نفس اليوم في اثناء واحد الوقفه احتجاجيه اللي كانوا فيها الاف الاطباء. هذه اول نقطه بالنسبه للجواب ان الحوار مفتوح. ثاني نقطه اللي تتخص الكلمه اللي تقول ان هذا الحوار مفتوح، حنا لمسنا في الوقت الاخير ان الوزاره تتملص من الحوار، امام الحوار لجنة الاطباء الداخل والمقيمين والنقابه المستقله، فهي تلتقي بجميع النقابات اللي تقول انها تتمثل قطاع الصحه، ولكن ما تلتقيش يعني في هذا الشيء في الحوارات الاخيره لم تلتقي باللجنه الوطنيه للاطباء الداخلين والمقيمين وحتى بالنقابه المستقله. فاخر مره التقينا بها كان جواب السيده الوزيره اننا نتلقاو اجابه على النقط ديالنا بعد واحد بعد الاسبوع الجاي، وهذا كان الكلام السيده الوزيره، الاسبوع الجاي ساجيبكم بشكل مستفيض عن المطالب ديالكم. احنا الان في الاسبوع الرابع وليس هناك اي اجابه. نقطه اخرى اننا بحال الراي العام الوطني تنتفاجئوا بالاجابات ديال الملف المطلبي في الاعلام. لا يعقل. هذه حركه اللي تضم الاف الاطباء. تاريخيا ما عمر الطبيب المغربي ما خرج للشارع، فما يمكنش نجاوبوا الطبيب المغربي اللي تيخرج للشارع نجاوبوه باجابه في الاعلام. في الاعلام السيده الوزيره تقول اننا سندرس الادماج منذ السنه الاولى، امر مرفوض. اذا كنا هنجاوبوا على ملف الاطباء الداخلين والمقيمين وملف الاطباء، فيجب استقبالهم والحديث معهم وتعهد تيكون بواحد الشكل بالقواعد ديالو. فمنين الطبيب المغربي تيخرج للشارع فهذه مساله خطيره اللي تدق ناقوس الخطر. الطبيب المغربي اللي تيتلقى 3000 درهم وتنطلبوا منه باش يخدم 100 ساعه في الاسبوع، ماشي 100 ساعه في الشهر، راه 100 ساعه في الاسبوع، 100 ساعه في الاسبوع، هذا امر مرفوض بدون اي تغطيه صحيه. هذا امر مرفوض. احنا ما بغيناش نعددوا الحالات اللي عندنا ديال الاطباء اللي تيتصابوا بامراض، الامراض خطيره والحالات راه موجوده. ما بغيناش ندخلوا لهاد الطريقه من الحوار. اللي تنطالبوا به السيده الوزيره انها تستجب بشكل مستعجل المطالب اللي هي بنفسها تتقول مشروعه. الا كانت المطالب مشروعه فاستجبوا لها، وحنا احنا لغايه الساعه رغم اننا في اضراب مفتوح، فلغايه الساعه العمل لا زال مستمرا في جميع اقسام المستعجلات، لا زال العمل مستمرا في جميع اقسام الانعاش، في جميع المصالح الاستشفائيه هناك تنقولوا ان سيرفيس مينيمال، كاين في جميع المصالح الاستشفائيه هناك عمل. وهذا الشيء اللي تيجعلنا احنا قايمين به هو فقط ماشي التعنت ديال الوزاره، هو المريض المغربي. وعيا منا اننا امام مسؤوليه امام المريض المغربي بشكل الاول والاخير. اما امام التعنت ديال الوزاره فاحنا باقي الكلام هيكون من بعد، وسنعلن لكم ما قررنا في حاله عدم استجابه الوزاره المطالب ديالنا. حاليا نحن لازلنا نخوض اضراب مفتوح. هذا الاضراب المفتوح دخل الاسبوع ديالو الثالث. ما جيناش وبدينا بالاضراب المفتوح فقط للتذكير. هذا الحركه النضاليه ديالنا عندها سنوات في العمر ديالها، سبع شهور وحنا بدينا الاضراب. باش ماشي بدينا الاضراب
بدينا حركه احتجاجيه. الاضرابات ما بدات حتى هذه 3 شهور، يعني 4 اشهر ونحن نطرق باب الحوار بدون اي استجابه. حاليا هناك وقفات يوميه امام وزاره الصحه، هناك احتجاجات يوميه في المستشفيات الجامعيه. مع ذلك كما قلت لكم العمل لا زال مستمرا في المستشفيات، وهذا العمل اللي باقي رغم الاضراب هو فقط للطبيب للمريض المغربي فقط لا غير. موعدنا في المسيره التاريخيه اللي تنتظر فيها الحضور ديال اكثر من 8000 طبيب مغربي يوم 25 ماي في الرباط. هذا هو الموعد اللي تنضربوه في الرباط، هو الموعد اللي تنضربوه للرأي العام الوطني. ولن نتراجع، لن نتراجع حتى تتحقق المطالب ديالنا المتمثله في النقط التاليه. واذكر النقطة، اهم نقطه اللي تخصنا هي معادله الدكتوراه في الطب، الدكتوراه الوطنيه مع معادله الدكتوراه في الصيدله والدكتوراه في طب الاسنان. هذه اهم نقطه. الطبيب المغربي ما بقاش يرضى انه بهذا الحيف، انه بعد 8 سنوات ديال الطب العام تتضاف عليها على الاقل 5 سنوات في التخصص، يعني حتى 13 سنه بعد البكالوريا، ونبقاو عنده الاعتبار ديال الماستر. احنا اكتشفنا وتفاجئنا اننا الدكتوراه ديالنا هي دكتوراه مغشوشه، ما كناش هذا الملف توضع بين يدينا. ثاني نقطة، الإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى مع احتساب الأقدمية. ثالث نقطة اللي تنتمنى أنها ما تبقاش تعاود تذكر هي التغطية الصحية. اتفقنا عليها ودقنا عليها الحركة في 2008 واتفقنا عليها بمحضر الاتفاق، وتنتفاجئوا حتى لهاد الساعه باقي ما كايناش التغطيه الصحيه للطبيب المغربي. رابع نقطه، مراجعه تعويضات الاطباء الداخليين والاطباء غير المتعاقدين مع وزاره الصحه. طبيب تيتلقى 2500 درهم وطبيب تيتلقى 3000 درهم، فهذا مساله اللي والله العظيم نحشموا اننا نكونوا في شي منبر اعلامي على برا ويقولوا ان الطبيب المغربي تيتلقى ما يعادل 200 دولار و 250 دولار هذا ولا 250 اورو، شيء مخجل مخجل مخجل. مراجعه التعويض على الحراسه والمردوديه والاخطار المهنيه، مراجعه التعويضات الهزيله عن دبلوم التخصص، واصلاح ظروف التكوين ومنظومه تقييم المعارف. هذو هما النقط اللي ديال الملف المطلبي اللي السيده الوزيره قالت هما مطالب مشروعه. حنا ملي كانوا مشروعه نتمنوا انهم يتحققوا. الا كان عندنا واحد الحب لهذا الوطن فهاد الفئه من الاطباء تنتمنى انه ما بغيناش نكونوا حنا بغينا تعطوا واحد الحقوق بسيطه، شي حاجه بسيطه. هذا ملف اللي تتقولوا انه مشروع وحقوا منه شي حاجه بسيطه. الطبيب مسكين راه ما بغاش يشد 3000 درهم ويخدم 100 ساعه في الاسبوع وما يتعودش على الحراسه ويمرض وما يلقى باش يداوي ولده. هذا الشيء راه عيب وعار في المغرب باش نبقاو تنعيشوا هذه الوضعيه. واعطي الكلمه للدكتور ديران للاعلان عن بلاغ هام وبلاغ حصري ديال اللجنه الوطنيه للاطباء الداخليين والمقيمين. سأقوم الآن بإعلان بيان رسمي تحت مسؤولية اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وبحضور السادة أعضاء هذه اللجنة والسيد الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. بيان إلى الرأي العام ووسائل الإعلام الوطنية والدولية. بسم الله الرحمن الرحيم. تعلن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين الممثلة لما يزيد عن 4000 طبيب يزاولون بمختلف المستشفيات الجامعية الأربعة الوطنية عن تقديم استقالة جماعية من وزارة الصحة في حال عدم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة. وستتكلف اللجنة الوطنية في شخص منسقها الوطني بتقديم المحاضر الرسمية والمصادق عليها لهذه الاستقالة الجاهزة
للسيدة الوزيرة مباشرة بعد مسيرة الغضب بالرباط يوم 25 ماي 2011. والسلام عليكم ورحمة الله. De la colère du médecin marocain le 25 mai et une autre étape d'intensification du mouvement sera alors entreprise et nous sommes déterminés à obtenir tous nos droits sans exception avec en tête d'affiche comme ça a été dit à maintes reprises la reconnaissance du doctorat en médecine en médecine dentaire et en pharmacie comme étant un doctorat national avec alignement des indices. Donc si vous le voulez bien, on va entamer une